ضمانا للتزود المستمر والمنتظم بالماء الشرب وتغطية النقص ببعض مناطق ولاية عنابة، تم وضع حيز الخدمة خزان مائي بالمنطقة العليا لدراع الريش، كما تجري أشغال إعادة تأهيل وتطوير القنوات والتجهيزات الهيدروميكانيكية بخزانين على مستوى محطة تصفية مياه الشرب بالشعيبة. أزمة كبيرة تعمى، رانا في أزمة كبيرة ناقص العين، مش كذا تجي كل يوم كي يجي الماء الناس وقت تعمر ما تلقاش حتى كيف ما تعمر انت بالقطره يهوى ويديروا طلب حر دي يصفيوا الماء وبرك تفرز الدنيا الازمه الماء دي. ومن المشاريع الهيكليه الكبرى لقطاع الري والموارد المائيه بولايتي عنابه والطارف، خزانين كبيرين ببلدية سيدي عمار وآخر ببحيرة الطيور، توازيا مع مشروعين لربطهما بمحطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش، على أن يتم وضع جميع هذه المنشآت حيز الخدمة نهاية السنة الجارية. هذه المشاريع التي تأتي من أجل تحسين وتدعيم وتأمين، وخاصة التأمين، عامل التأمين. لماذا التأمين؟ لأنه المياه السطحية شهدت السنوات الأخيرة تناقص محسوس في منسوب السدود. السيد رئيس الجمهورية كانت عنده نظرة استشرافية وعطى أوامر باش نشرعوا في تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى مشاريع الإنجاز نتاع محطة التحلية المسندة إلى زملائنا في وزارة الطاقة والمناجم واللي تسير بوتيرة جيدة جدا، كذلك مشاريع ربط هذه المحطات بشبكة توزيع مسندة لوزارة الري، تسير اليوم لاحظنا أنها تسير بطريقة جيدة جدا، أعطينا تعليمات حتى نزيد في وتيرة الإنجاز. أشغال جميع هذه المنشآت تسير بوتيرة جيدة وقد أسندت لشركات جزائرية، ومن المنتظر أن تقضي على أزمة المياه بعدة ولايات شرقية.